كثيرة طلاب السوادس منذ بدأوا كطلاب في الصف الأول في مدرسة درشيحة الابتدائية وحتى وصولهم إلى نهاية هذه المرحلة، مرددة على مسامعهم دور المعلم والأهل في هذا المشوار التعليمي وأهمية القيم والأخلاق التي تفوق كل علم وشهادة. أما اليوم فاخترت أن أخاطبكم بقصة واقعية علها تستطيع أن تصل إلى قلوبكم وعقولكم وتعلمكم عبرة من خبرة. كنت طفلة صغيرة تماماً مثلكم عندما دخلت إلى الصف الأول، ولكن الفرق ما بيني وبينكم أنني تربيت في عهد كان فيه المعلم مقدساً، فكنا نكن له الاحترام رغم اختلاف الشخصيات في المعلمين وأطباعهم وثقافاتهم، إيماناً منا بأن للمعلم رسالة يؤديها بمحبة حتى لو اضطر أن يستعمل القسوة أحياناً، فالهدف مصلحتنا، ومن هنا جاء اهتمامنا بالعلم، فبذلنا مجهوداً كبيراً وسادت بيننا روح التحدي الإيجابي من أجل التقدم والنجاح. في الصباح كنت أفضل السير برفقة صديقاتي إلى المدرسة التي تبعد كثيراً عن بيتي حتى في الأيام الماطرة.